مشغول طول الوقت، ده بيأثر يعني سايب مثلا تربيتهم، نشاطاتهم، بالي، تمثيل، الحاجات دي على مامتهم اكتر؟ الحقيقة بصي، هو الحقيقة مامتهم عايمة يعني بأغلب الأدوار مع الولاد الحقيقة، يعني حتى كل الحاجات اللي بتخصهم. يعني أنا ما افتكرش إن أنا مثلا روحت مدرسة الولاد في حياتي مرة. بس ما بنقولش كده، ما بنقولش كده. لا يعني ده مش الكلام ده عشان ده الحقيقي بصراحة، يعني كل الشكر ليها طبعا. يعني هي الحقيقة قايمة بواجب، احنا ما نعرفش نعمل حاجة من غيرها. يعني كانت بتعمل اللي انت معاك ايه بقى في اوقات الاحباطات او انقطاعات الشغل او كده؟ لان انا عارفة قد ايه الست بيبقى ليها دور مهم جدا في الوقت ده. طبعا. لا بتقولي ولا يهمك. يعني بتقولي لا، هو عادي وقت ويعدي ما بتحطش عليك اي ضغط من اي نوع. لا لا، الحقيقه برضو دي من الحاجات اللي يعني ربنا اكرمني بيها، ان مراتي عمرها ما حطت عليا ضغط ازيد من وعارفه ان انا برضو عندي شويه الهارد بتاع دماغي قليل، يعني ما بستوعبش حاجات كتير. يعني في ناس تعرف تعمل كذا حاجة في وقت واحد. انا مش كده، انا لما بركز في حاجة. ومعظم الرجالة على فكرة مش كده. أيوة، معظم الرجالة بيعملوا واحد فانكشن واحد، هو ده اللي بيعمله. انا مش عارف والله، عايز اعرف ليه. يعني فعلا الستات عندها قدرة غريبة تعمل مليون انها حاجة. تعمل مليون حاجة. لا خلقت ربنا يا استاذ ياسر، والله العظيم مش عندك العلم، مش عندك. يعني انا كويس، يعني انا مش عادي طبيعي. طمنتوني. انتوا اتجوزتوا عن حب؟ يعني بصي، لا تقدري تقولي عن حب ولا تقدري تقولي جواز تقليدي. احنا كنا بنشتغل مع بعض لان مراتي مخرجة دوبلاج، وانا عملت يعني في الوقت ده كنت بشتغل دوبلاج. الكلام ده مثلا 2009 كده، وتعرفنا على بعض واتجوزنا. كان في استلطاف وكان في يعني قبول شديد، بس ما كانش في قصة حب. مش مهم على فكرة، مين قال ان طبعا لازم يكون في مهم التفاهم في حاجات بتعيش مع بعض اكتر من بالزبط. الحب بكتير. وبعدين القطايد دول يعني باين عليهم يعني عايشين في بيت عامل ازاي. الحمد لله. بصي انا يعني ليا رايي في الموضوع ده. الجواز اهم حاجه فيه ان الاطراف تريح بعضها ويكونوا عارفين احتياجات بعض. هي الفكره، الحب الجامد ده بعد فترة كده كده بيقل. صح، تعود بقى.